ومين أول رئيس لها؟ والله هذه سابقة سني ما أذكرهم، لكن يمكن سمعت عن أسماء، والله ما يحضرني إلا الأستاذ نايف العصيمي من ضمن الناس اللي كانوا مؤسسين الحركة الرياضية، وبالنمشان هذول اللي أذكر منهم، وكانوا في الحمدان أو شيء. الأستاذ عبد الرحمن الحمدان أو اللي أعرفه منه، وحسوي القاعة معاه فيما يخص هذا اللي أسمع ضمه، يعني توجيه إنه يضم الأندية ويسوي نادي عقاب. سوى نادي عقاب. نعم. يعني عام 88. عام 88. يعني 88 حوالي 50 سنة. نعم. ورياض وانتوا قاعدين وبعدك ناس وحطوا ناس وهذا ناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واليوم الجمعة 26/6/1438. احنا الان في حي السلامة، في حارة السلامة وواحة السلامة في الطائف، في الموقع القديم لنادي عقاب. هذا هو الموقع القديم، هنا فرن الكشميري، هنا ابو محمود كان بقاعة السلامة، هنا محلات الفتة، مطبخ الفتة، هنا المجمع اللي كان أول تابع لبيت الكاتب، كان بستان اللي تابع لبيت الكاتب هذا. وهذه الأرض اللي كانت لورثة الأمير منصور بن عبد العزيز، طلال بن منصور هذا. وهذا نادي العقاب تأسس من نادي من عام 1389 هجرية تقريبا، يعني نهاية الثمانينات الهجرية، اللي أسسوا بتوجيه من ولاة الأمر، توجيه إنه يكون أو المسؤولين على رعاية الشباب أو يوكالة تابعة للشؤون الاجتماعية أيامها سمو الأمير خالد الفيصل، وتوجيه لمدير الشؤون الاجتماعية بالطائف الأستاذ عبد الرحمن محمد حمدان. وتم ضم 3 فرق موجودة، التضامن والثقيف وفريق آخر، وسووا نادي عقاب وتأسس النادي، وعاد توالى عليه الرئاسات واللاعبين والمدربين وهذا. معي اليوم ابن حارتي وزميل الصبا من ايام الابتدائيه لحد اللي مثلا بيت عابد، نادي عابد الكرام، الاستاذ سامي عبد القادر عابد. سامي لاعبين كثير كانوا في نادي عقاب، طبعا انه زميل وكل شيء، لكن كان يعني سامي، انا حتى يوم جاهم المدرب هذا حق مصر المشهور طلع منه ابرزه الشيخ طه، مدرب منتخب مصر، جابوا الرئيس نايف عصيمي ايام كان ماسك رئاسه النادي في 403 تقريبا، مسك منتخب المملكه، نعم، دوره الخليج الاولى، نعم. ف برضو انا اقول ما طلع كل اللي موجود في سامي، انا اعرف سامي من ايام برحه البوغري، من برحه المسيد، من ايام الحاره نلعب هناك. واقول كمان مو عشان ولد عمي، كان في هشام حمادي اسلم بصفر، بس ما دخل انديه، كان لاعب 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 ما تعنيه الكلمه، لاعب اللاعب في لاعب كده يتدرب ويؤدي ما يؤدي المدربين ويؤدي الخطه ويجيب نتيجه، بس في لاعب محترف مواهب، تحسه الادمي مخزون مواهب، بس مين المدرب اللي طلعه؟ احدهم سامي عابد، طبعا في عامر عسيري، في كده، في غيره، يعقوب عسيري، في نتكلم هذه يوم نروح المزرعه نكمل. بس انا ابغاك دحين استاذ سامي تحدثني عن الموقع هذا اللي كان 10000 متر وانتقلوا قبل يمكن 5-6 سنين 7-8 سنين، المهم في هذه الحدود، يعني اقل من 10 سنوات انتقلوا الموقع على هذا الهدم وانباع وانتقلوا الفيلا اللي احنا شفناها صورتها اللي في السداد. هذا الموقع كان عباره عن ايش عشان يعرفوا الناس؟ كانت هنا البوابه. انت من عام كم لكم هنا؟ من عام 1403 لحد؟ الى 26 لحد 1426 حتى وانت موظف. ايوه. ايش كان هنا الموقع؟ اعطي الناس فكره عن الموقع هذا. الموقع هنا البوابة. إيه. هنا كانت بوابة النادي. بوابة النادي. أمام الشارع. أول ما تخش البوابة. نعم. أول ما تخش البوابة. نعم. تخش على ملعب اليد. باليمين. إيه باليمين. باليمين. إيه. ملعب اليد. ملعب اليد. ويجيك ملعب الطائرة في يسار. في يسار. إيه. ومدرجات، وطبعاً المدرجات حقت. طرف الملعب. طرف الملعب. إيه. بس في مبنى كان كده على اليسار. في مبنى هذا كان. عبارة عن دورين. كان في ملعب التنس. ايوه ويحطوا فيه الملابس ولا مستودعات مكتب الاداره مكتب الاداره بالوجه ايوه فتمشي كذا نعم. هذا ملعب كره اليد نعم ايوه هنا المبنى اشر كذا لا هناك كذا ايوه خليك كذا قدامي هنا المبنى ايوه هنا يجيك المبنى ايه. احنا نمشي مسافه ايوه يجيك هنا المبنى الاداره نعم على اليمين نعم هنا المبنى الاداره ايوه وهنا كان العلاج الطبيعي هنا العلاج ايه. الطبيعي ايه وهنا ملعب القدم هذا ملعب القدم ايه. اللي كانت تقوم فيها ايه. دورات رمضانية وتمرينك وتمرين انا نعم. كلها نعم.
ايش في كمان قالوا اوعاد الكاراتيه في وشي كان هنا طبعا الملعب هذا نعم. كان هنا ملعب السله ورا الطائره ملعب السله وفي مبنى قديم في حاطين كره السله التنس التنس طبعا الكاراتيه والهذا جنبه سامي انت تلعب هنا في الدورات الرمضانيه اذكر لي مين كان شيء من اللاعبين المشهورين يلعب معاكم الان الكبار وكذا مره سوينا سووا النادي تكريم للمنتخب نعم فجوا لعيبه المنتخب كلهم يعني اللي شيل مين يعني شيل محمد عبد الجواد كل الاستاف كل الاستاف يعني محيس الجمعان الثنيان لا لا الثنيان ما جاء محيس الجمعان كانوا يجوا الصيف الرمضاني يقعد يلعبوا الدوري دورات رمضانية إيه؟ لا لا بس مباراة تكريمية تكريمية إيه 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 وكنتوا يعني تضاهون باللعب يعني إيه ملعب كم يعني لا لا يسووا تقسيمة بين إيه 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 شراكة ناس يروحوا هنا وصلوا هنا عشان تكريمية نعم. تكريمية نعم هذا كان النادي هذا النادي هذا في كان هنا مدرجات طبعا لازم نعم نعم صغيرة مدرجات انا اذكر هنا يوم كان عبد الرحمن البهلوان يجي ايوه يسوي السير حقه مع الالعاب البهلوانيه خلاص تقريبا هذا هو الموقع وهذا بساتين تبع البوغري يمكن الان في المقر هذا حوالي 13 14 سنه انت هذا اللي في السنه 13 سنه 13 سنه 14 سنه الفيلا هذا الصغير الفيلا هذا اصورها انا في الحلقه بالتصوير هذا نعم 13 سنة 13 سنة إلا ما يكون أكثر طبعاً فيلا عبارة عن فيلا صغيرة في ليلة مو ليلة. في ليلة نعم ما في أي شيء بس شقة تحت الدور تحت شقة إيه وش موقف فيه سيارات أنا بس فللأسف الشديد إحنا عانينا طب أنت الفترة هذه فين تروحوا تلعبوا برضو في الملعب والله لنا ثلاثة أيام في المدينة الرياضية بس
التعرف على حدود مباني ثانية إنشاءات نادرة. شيء أحسن من لا شيء، شيء أحسن من لا شيء، إن شاء الله ينزل والله ما أدري ما أجمل. هذا هو على 4 وجهات الآن الحلقة الشرقية، وهذا موقع منشآت نادي عقاب الرياضي الثقافي الاجتماعي، المقر جاري العمل فيه لعدة سنوات، وما شاء الله الآن إن شاء الله قالوا سنوي يغلق إن شاء الله. طبعا أظن الملعب الكورة يلا بو. تأسس عام كم يا أستاذ؟ نادي عقاب تأسس عام 1388 نتيجة دمج عقاب الثقيف والتضامن ونصور المصيف. ثقيف والتضامن. والتضامن ونصور المصيف. ونصور المصيف. نعم. مين اللي أسسها؟ إيش يتمنى والآن وصلت المراحل؟ سمعت إنه في لكم مبنى بدأي. أديني قصتك مع المطالبة بالمبنى هذا. أو شوف الموقع. الموقع هذا للتاريخ والأمانة. نعم. هذا الموقع كان في حي الروضة، كانوا يسووا مخطط جديد، فبدأوا في إنشاؤه، فوجدوا أنه أسلم طريقة أنه إحنا نحط دائرة حكومية عشان تدخل على ما أعتقد الموية والكهرباء للمخطط، فقرروا منح بعض الجهات الحكومية يعني أراضي. نعم. فأعطوا عقاب أرض على فين هذا الموقع؟ الموقع في الحلقة؟ في الحلقة، في أحسن موقع في شارع الخمسين أو الستين اسمه. نعم. أيه. موجود الآن. مساحته كم؟ مساحته صغيرة للأسف، حوالي 30,000 29,000 متر مربع. لا ما أكبر موقعكم. لا موقعنا أثرك، لكن أيه. كمقر متكامل أيه. إحنا ما قدرنا نسوي فيه محلات تجارية على الواجهة، واجهة طولها فوق 100 متر. أيه. ما قدرنا من ضيق الأرض، فطالبنا فيه. كان أيامه معايا الأمير بندر، وكان الأمير ماجد بن عبد العزيز، ورفعنا خطابات للرئاسة وشغلة طويلة عريضة لازم يعتمد من المالية. المهم وصلتوا، فالمهم أرسلنا خطابات وبرقيات وكذا. المهم راحت الفترة، ما كان في إنشاء مقرات، ففضلنا نعقب عليهم برقيات وتصاريح وكذا. المهم أنه اعتمد المقر، فلما جاءت الحزينة تفرح، جابوا لنا شركة يعني إلى حد أنهم مارسوا كذب علينا، إيش تبغوا ألوان المدرجات، إيش تبغوا كذا. وجدنا انه ما منهم حل، اشتكيت انا للامير سلطان، وكنت جلست معاه، اجتمعت معاهم، كنت مع اتحاد المبارزه بحكم اني كنت عضو، وعدني انه يجي هذا حجر الاساس. المهم ما تم الكلام هذا، فضلت اعقب عليهم الى ان اعتمدت الشركه، والشركه جاتنا زي ما ذكرت ما في شغل أيه. كلام وخلاص، وتغيرت الشركه. اشتكيت أيه. للامير عبد الله بن مساعد عن طريق الصحافه، صرحنا صورنا، قدمنا الإثباتات عن طريق التويتر، عن طريق البرقيات، سحب المشروع. برضو تابعت أنا وفعلا أسند لشركة جديدة، ونسأل الله. أنا شفت المريت على المشروع إنه بدأ إن شاء الله، إنه على حسب العقد إنه السنة الجاية في شهر 5 أعتقد ينتهي المشروع. ينتهي المشروع، وهذا إذا تم يعني أنا أعتبره إنجاز كبير لنادي عقاب ورياضة الطائف. بعد ما انتقلتوا عام كم انتقلتوا انهدت الله؟ انتقلنا، أخرجنا بالقوة من الأرض، لأنه أول شيء قالوا إنه المبنى آية للنادي، وهي ما كانت إلا مبنى قديم كان بإمكاننا نوده.